يواصل الطيران الأجنبي المساند لميليشيات حفتر قصفه المكثف ليومه الثالث على المحور الغربي لمدينة بنغازي، فقد شهدت منطقة غنفودة أعنف قصف بالصواريخ الموجهة والبراميل المتفجرة منذ بداية التصعيد العسكري الأخير لميليشيات حفتر، ولم تسفر بحسب مصادرنا إلا عن دمار هائل بمباني المنطقة. وتستمر محاولات ميليشيات حفتر اقتحام منطقة الجوارشة بغطاء جوي أجنبي وسط تأكيد مقاتلي المجلس بالتصدي لهم والحفاظ على مواقع تمركزاتهم. ويظل تحليق طيران الرصد والتجسس الأجنبي الصوت الوحيد الذي يتخلل الهدوء الحذر بمحاور وسط البلاد والصابري وسوق الحوت. وبعيدا عن مناطق الاشتباك، نقل شهود عيان من داخل المدينة تحليق طائرات ميليشيات حفتر الميج والعمودي بارتفاع منخفض على عدة أحياء بالمدينة.